يقوم برد دعوة المدعيين. هذه فرحان عبد الله ومحمد جاسم حمود ودعم علي تحملهما الرسوم والمصاريف. قضي الأمر وحسمت المحكمة الاتحادية قرارها، رد الدعوة المعترضين على نتائج الانتخابات المبكرة، ورفضت إصدار أمر ولائي بإلغاء المصادقة على النتائج. خلال ساعات سبقت وواكبت جلسة المحكمة الاتحادية، كان جمهور المعتصمين قد صعد من احتجاجه عند بوابات المنطقة الخضراء، حيث مقر الحكومة ومجلس النواب والبعثات الدبلوماسية، وأيضا مقر المحكمة الاتحادية. هي مو موضوع انها خاسره ورابحه، بس سرقه اصوات تمت. يعني هي شنو الديمقراطيه؟ انا من اروح انتخب وصوتي يسرق لحساب من ولصالح من؟ ضغوط خارجيه تعرض لها القضاء، هكذا يرى المعترضون على النتائج. جمهورهم يرى ان تلاعبا هو من قاد الامور الى ما هي عليه، بدلاله قرار القضاء لمجلس النواب المقبل بضروره اعتماد العد والفرز اليدويين الشاملين في اي استحقاق انتخابي مقبل بدلا من التقنية الألكترونية. أكو حق، نريد حقنا، وإن شاء الله الحق ما يضيع. فالأصوات هي مسروقة، إحنا منتين من عندها، ها، وبهاي الناس مو واقفة ما عندها شغل وعمل لي. احتواء الأزمة يراه مقربون من الإطار التنسيقي المعترض على نتائج الانتخابات يكون بالمضي بالتوافقية لتسمية الرئاسات وتشكيلة الحكومة. ردت دعوى الطعن بنتائج الانتخابات، قرار قضائي نقل السياسيين المتقدمين في هذه الانتخابات والمعترضين على نتائجها إلى السؤال الأهم: من هي الكتلة النيابية الأكبر؟ وكيف سيتم تحديد ملامحها؟ عبد الله بدران، بغداد، الميادين.